مساء الخير. العقل البشري عنده قدرات رهيبة وكتيرة جدا. العقل البشري ممكن يعمل مئات العمليات المعقدة والمركبة في نفس اليوم. السؤال هو هل احنا بنستخدم عقلنا للفول كاباسيتي بتاعته ولا بنستخدم منه حاجات محدودة؟ الانسان هو اللي اخترع الكمبيوتر، والانسان هو اللي بيخلق له تحديثات وتطويرات كل يوم. فهل احنا بنعتمد على الكمبيوتر بس في حياتنا ولا بنستخدم الماكسيمم كاباسيتي بتاعه مخنا؟ في ناس بتشتغل كويس، وفي ناس بتعتمد على الاخرين وبتعتمد على التكنولوجي والاجهزه في شغلها. هوريكم مجموعتين من الناس، وفي بينهم وجه شبه وفي بينهم وجه اختلاف. ادي اول مجموعه وادي تاني مجموعه، كلهم مشاهير. ده اول وجه شبه. وجه الشبه التاني ان هما مش بس مشاهير، هما حققوا طفره في المجال اللي هما شغالين فيه. يعني هو مش بس قدم منتج، لا ده عمل ثوره في المجال اللي هو بيشتغل فيه. وجه الاختلاف ان المجموعه اللي على اليمين دي، دول كلهم معاهم شهاده جامعيه، متعلمين تعليم نظامي، دخلوا المدرسه ودخلوا الجامعه، خلصوا الجامعه ومعاهم شهاده جامعيه. المجموعه اللي على الشمال دي برضو ناجحين وبرضو بليونيرز، بس معهمش شهاده جامعيه، ايذر دروب اوتس من المدرسه او دخلوا الجامعه وما كملوش فيها. المجموعه اللي على اليمين دي هنسميهم بوك سمارت، معناها ان هم متعلمين تعليم نظامي ومعاهم شهاده اكاديميه. المجموعه اللي على الشمال هنسميهم ستريت سمارت، معناها ان هم متعلمين من حياتهم مش من الجامعه. البوك سمارت عنده ذكاء تحليلي شاطر، وعنده علم نظري من الدراسه وتجارب الاخرين. يعني هو العلم اللي عنده مستقي من الكتب ومن دراسته، قالوا له ان النظريه كذا بتشتغل كذا، فهو ماشي ورا الكلام ده معظم الوقت. طبعا في ناس بتبقى مور كرييتيف، وكمان هو منظم ودايما عنده خطه بديله، always he has a plan B. الستريت سمارت عنده ذكاء عملي، هو حرك وافكاره بره الصندوق، ودايما وبيعتمد على دماغه. يعني هو مش بيحب يمشي ورا المعلومات اللي موجوده في الكتب، هو عنده افكار بيحب يطبقها جايبها من دماغه. وهو عفوي، ما عندوش دايما بلان بي، وبيتصرف بناء على طبيعه الموقف اللي هو موجود فيه. لو في اي حاجه اتغيرت في البلان بتاعته هو بيحاول يتصرف اكوردنجلي، ما بيبقاش جاي عنده بلان اوريدي. هنس البوك سمارت عنده شهاده بس ما عندوش خبرة، هو مخلص المدرسة ومخلص الجامعة، فهو معاه الشهادة اللي هيشتغل بيها بس هو ما عندوش خبرة. الستريت سمارت on the other hand ما عندوش شهادة بس عنده خبرة من حياته ومن تجاربه. مارك زوكربيرج أول ما بدأ ما بدأش بالفيسبوك، بدأ ببروجرام كان ببرنامج اسمه فيس ماش، كان بدأه مستوى بسيط على مستوى الجامعة بتاعه وما حققش النجاح اللي هو كان متخيله، فطور منه وعمل منه فيسبوك اللي مخليه دلوقتي اصغر بليونير. مارك واللي زيه وكل مجموعه الستريت سمارت حرروا نفسهم من المولد اللي كل المجتمع ماشي فيه. احنا كلنا بندخل المدرسه، بعد كده الجامعه، بعد كده بنشتغل، كلنا ماشيين في اتجاه واحد. هو ما حبش ان هو يمشي في الاتجاه ده مع الاخرين اللي في الستريت سمارت، هو حب يخرج من الاتجاه ده، ومش هنقول يتمرد، هو حب ان هو يغير، لان هو عنده افكار ثانيه غير اللي موجوده في الكتب الاكاديميه اللي احنا بندرسها. الدراسه والتعليم في مصر فيهم مشكله، هنتكلم فيهم ليتر، بس ناو دلوقتي الطفل بيجي على الفطره، بيدخل المدرسه عنده افكار كتير جدا، احنا بنقول له لا انت المفروض زي ما التيتشر كده بتقصقص له الايدياز بتاعته تخليها شبه الايدياز بتاعتها، انت مش المفروض تفكر، لا انت المفروض تكونفورم على الحاجات اللي موجوده في التعليم عندنا. لو هنقول على مثال، لو البوك سمارت والستريت سمارت فردين رايحين ياخدوا كورس انجلش، اوكي؟ الاثنين راحوا وسجلوا في السنتر وعملوا بليسمنت تيست وطلعوا في مستوى معين. البوك سمارت هياخد كل الليفلز اللي هتأهله لحد ما يخلص كورس الانجلش كله. هيبقى عنده حصيله كبيره جدا من الفوكابيلاري، وهيبقى عنده مجموعه القواعد اللي تأهله ان هو يتكلم، هيدخل يمتحن، وهيبقى معاه الشهادة اللي هيحطها مع السي في بتاعه لما يجي يقدم في أي مكان. هل لو حطيته في وسط مجموعة من الأجانب وقلت له يلا اتكلم إنجلش هيعرف يتكلم؟ ممكن آه وممكن لأ، تعتمد على شخصيته. هو عنده كلمات كتير جدا، أيام بشوف كلاسز كل يوم ناس معاها كلمات كتير جدا يمكن أكتر مني أنا كتيتشر،
ومش عارف يستخدمها ان هو يحطها في جملة، مش عارف يوصل المعلومة بتاعته. هو عنده كلام وعنده قواعد بس مش عارف يعمل بيه. الستريت سمارت on the other hand اللي هيعمله ان هو هياخد ليفل او اتنين. الستريت سمارت ما بيحبش قعده الكلاسز، ما بيحبش حد يقول له ده عندك هومورك وده هتذاكر وده كويز وده امتحان. اوكي، هيبقى هل هيبقى عنده نفس، هيطلع من الكلاس بعد 1 ليفل او 2 ليفلز ويبدا يذاكر هو مع نفسه، هيذاكر من اليوتيوب، هيتفرج على افلام، هيسمع اغاني، المهم ان هو هيبدا يكون الانجليش بتاعه من مصادر تانية غير الكلاس. هل لو حطيته يمتحن هينجح؟ لا مش هينجح. هل لو طبعا مش معاه شهاده، لو حطيته في وسط مجموعه اجانب وقلت له اتكلم، هل هيتكلم ولا لا؟ في الغالب هيتكلم، بس هو ما عندوش نفس كميه الكلام، فهيتكلم ازاي؟ علشان هو حرك وعلشان هو عفوي وعلشان هو بيعرف يتصرف، بيعرف يوظف ال 300 كلمه اللي عنده، حصيله الكلمات اللي عنده، انه يعرف يوصل المعلومه احسن من اللي عنده 3000 كلمه مش عارف يعمل بيهم حاجه. فبدل مثلا ما يقول ورك اوت هيقول اكسرسايز ات ذا جيم، فهيستخدم اربع كلمات علشان يعبر عن كلمه واحده بس. ات ذا اند اوف ذا داي هو في الاخر وصل المعلومه اللي هو عايزها. ده الفرق بين ده وده. في اكتيفيتي في امريكا اسمها الديبيت. الديبيت ده بيبقى عباره عن لجنه تحكيم، بتبقى فيه لجنه تحكيم وفريقين. لجنه التحكيم بتحدد موضوع والفريق الاولاني بيبقى مع والفريق الثاني بيبقى اجينست، ضد. الفريق دول مجموعه من المساجين، المساجين بيدخلوهم في السيستم بتاع الاكتيفيتيز دي وبيتنافسوا مع طلبه مدارس وطلبه جامعات وبيبقى على كذا مستوى. الفكره هنا ان السجن عندهم تهذيب واصلاح، انت هتدخل مجرم واحنا هنأهلك بعد كده عشان تبقى فرد صالح في المجتمع، انت مش هتدخل مجرم وتخرج مجرم. المساجين دول دخلوا الديبيت دي وبداوا يتالقوا فيها، بقوا اشطر من ناس كتير قوي وكسبوا على مستويات كتير لدرجه انهم كسبوا طلبه جامعه ويست بوينت ويونيفرسيتي اوف فيرمونت، واتاهلوا لدرجه ان هم قبلوا هارفارد، هارفارد يونيفرسيتي ذا بيست. هارفارد عندهم كل الريسورسز المطلوبه للنجاح، هم حتى ما عندهمش انترنت، لما بيحبوا يدوروا على اي معلومه بيخشوا يا اما مكتبه السجن يا اما بيطلبوا بيكتبوا ورقه فيها طلب للمأمور. سربرايزنجلي هم اللي كسبوا، كسبوا هارفارد والعالم كله اتفاجئ وبسط بيهم جدا. ليه هم كسبوا هارفارد؟ which is a real surprise، علشان هم شغلوا مخهم to the full capacity. الحاجة التانية ان هم عندهم ارادة. اخر حاجة ان هم ما استسلموش لكلام المجتمع، انتوا مساجين، انتوا فاشلة، هارفارد ايه اللي هتكسبوهم؟ بالعكس هم مش كسبوهم بس، هم they smashed them. احنا في حاجات غريبة جدا بندرسها في المدرسة في التعليم المصري، حاجات غريبة جدا. انا بذاكر مع ابن اختي في ستة ابتدائي، سهول وديان منخفضات مرتفعات معادن محاجر، معلومات غريبه جدا وكتير جدا، وما يعني انا مش فاهمه بصراحه هو كطفل هيستفيد منها ايه حاليا، يعني في المرحله اللي هو فيها دي. On the other hand في حاجات كتيره جدا ناقصانه في التعليم المصري. احنا بنخرج الطالب بندخله جامعه او بعد كده يدخل يشتغل، هو بيخرج مش عارف يشتغل ايه التولز اللي يشتغل بيها. On the other hand احنا المفروض بدل ما نديله الحاجات دي نقلل شويه من الحشو الكتير قوي اللي موجود في التعليم المصري، ونديله مثلا how to be a successful business person، ايه الخطوات اللي يعملها قبل ما ياخد قرار، ايه الحاجات اللي يفكر فيها، critical thinking، كل الحاجات دي مهمه جدا. وطبعا الاخلاق، الحاجات دي مهمه جدا قبل ما نقعد نديله السهول والمنخفضات والمرتفعات والحاجات دي. احنا عندنا منظومه التعليم المصري برضو فيها حاجات غريبه، يعني طفل مثلا قبل اول ما بيدخل بيبقى في بيبي كلاس، بيبدا اهله يقدموا له من هو عنده 3 سنين ونص علشان يدخل مدرسه. في عندنا بقى مشكلتين، اول مشكله من ناحيه الاهل والثانيه من ناحيه المدارس. لازم يعمل انترفيو وبيبقى عنده تقريبا في حدود 3 سنين 3 سنين ونص 4 بالكثير يعني. علشان يتقبل في المدرسه لازم يبقى عارف اسماء الطيور والحيوانات والاشكال والالوان وايفريثينج ان انجلش عشان المدرسه تقبله. لو ما بيعرفش ما بيتقبلش. فبتبدا الام او بيبدا الاهل من سن صغير جدا يبداوا مثلا من اول ما بيبدا يتكلم سنه ونص يبداوا يعلموه الحاجات دي، او بيودوه نيرسري علشان يتعلم فيها. وده بيؤدي لمشكلتين. وطبعا ممكن بعد كده، ممكن قبل ما نتكلم في المشاكل بعد كده بعد ما بيعدي مدارس، طبعا ليه تاخد واحد مش جاهز؟ اما انا ممكن اخد واحد جاهز، ما انتوا كلكم عمالين تقدموا وعمالين تتهافتوا على المدرسه دي، ليه اخد واحد اعلمه؟ ما انا ممكن اخد واحد متعلم. فبيبدا الام او الاب يقعدوا يلفوا على المدارس، ممكن يلفوا على 5 أو 6 مدارس قبل ما المدرسه تقبل ابنهم او بنتهم، يفضل عمالين يضغطوا على الابن، يضغطوا على الابن، لازم تذاكر، لازم تنجح، هو عايز يلعب، هو بيبي، هو الطفل ده من 3 سنين كان في بطن مامته. اوكي، ده بقى بيؤدي لمشكلتين. اول مشكله ان انا بسستم دماغ الطالب او بسستم دماغ الطفل ان الصح هو اللي موجود في الكتاب بس،
اي حاجة هتفكر فيها غلط. مثلا الدرس ده ما صفات بكار؟ بكار ذكي. في نفس الدرس مكتوب ان بكار واسع الحيلة، دي احدى صفات بكار. لو كتب في الدرس، لو كتب في الاجابة ان بكار واسع الحيلة هيسقط. انا ما قلتلكش اكتب واسع الحيلة، ما قلتلكش تفكر، انا قلت بكار ذكي. فبالتالي انا مطلوب منك تاخد الشيتات وتحفظها وتدلقها في الامتحان زي ما هم بيعملوا كده. دي اول مشكلة. المشكلة التانية ان انا مخه اللي بيعرف يعمل كل العمليات المعقدة والمركبة دي، انا بشغل منه خاصية الفلاش يو اس بي ميموري بس، لا تفكر ولا تحلل ولا تعمل اي حاجة. احفظ من فضلك عشان تنجح، مش هتحفظ مش هتنجح، بس كده. الراجل ده بيقول ان creativity takes courage، الابداع بيتطلب الشجاعة. طيب الطالب او الطفل هيبقى مبدع ازاي وانا على طول واقفله بالشهادة في وشه؟ هتبدع؟ هسقطك. هتفكر؟ هسقطك. وبعدين هنيجي بقى في الصيف اهلك يعذبوك، واخواتك يخرجوا يلعبوا وانت في البيت، وكل قرايبك يسافروا وانت قاعد مع جدتك يلي عندك ملحق يا فاشل، قاعد في البيت تذاكر. انزين بعد ما هو كل ده غلطته ايه؟ ان هو بدا بس حاول يفكر. يعني مش لازم يقول ان بكار ذكي، هو قرر ان هو يقول حاجه تانية موجوده في الدرس برضه، بس لا انت تقول اللي عندنا في الكتاب بس. ده بيؤدي ان احنا بنليبل them as stupid عشان هو فكر. هو مش stupid، هو التعليم هو اللي عندنا في خلل، في قصور. مفيش حاجة اصلا اسمها غبي، في حاجة اسمها مختلف. احنا عندنا بنقيس نوع واحد بس من انواع الذكاء، الذكاء الاكاديمي. ده هو ذكي، ذكاء اكاديمي وذكاء اللي في الكتب تمام. لو هو عنده نوع ذكاء تاني احنا بنعتبره غبي، وهو مش غبي خالص، هو بس احنا ما عندناش الاداة اللي بنعرف نقيم بيها نوع الذكاء ده. دول مشاهير، ومشاهير كبار كمان، كلهم هم صغيرين اتقال لهم انتوا فشلة ومفيش منكم مراجعة. اللي على اليمين اللي على الشمال خالص ده بيتهوفن، تيتشر بتاعه بتاع الميوزك، قال له وهو صغير يور هوبلس، انت مفيش منك رجا في الموسيقى. هو ما سكتلوش، وبدعم اهله وعشان هو فضل ماشي ورا حلمه وما سكتش للي قالوا له انت غبي بقى بيتهوفن. توماس اديسون مدرسينه كلهم قالوا له يور تو ستوبيد تو ليرن اني ثينج، انت اغبى من ان انت تتعلم اي حاجه. توماس اديسون قبل ما يموت مسجل 1093 براءه اختراع عشان ما سمع لهمش، علشان قرر ان هو مش غبي. مش عشان انت بتقيس حاجة واحدة بس انت غبي، بالعكس هو عنده انواع ذكاء تانية انتوا مش فاهمينها، انتوا مش بتعرفوا تقيموها. So لو انت عندك نوع من انواع الاختلاف، او انت شايف ان انت مش ناجح اكاديميا، الناجحين اكاديميا دول طبعا they're perfect، هم ممتازين، بس if they're different هل انا اعتبره غبي؟ خالص. Alright, so if you don't want to follow the group، لو انت مش عايز تمشي مع المجموعة وعندك نوع تاني ذكاء you need to follow it. الراجل ده اسمه هاورد جاردنر، عنده نظرية المالتيبل انتليجنس، بيقول ان مفيش حد غبي، في انواع ذكاء مختلفة، كلنا مولودين عندنا نسب من انواع الذكاء دي، وده اللي بيحدد شخصيتنا، وده اللي بيحدد ميولنا، واحنا بنحب ايه وما بنحبش ايه، وفي ليه ناس بنتفق معاها وناس تانية ما بنحسش ان احنا مرتاحين لها، وفي حاجات احنا شاطرين فيها، في حاجات احنا مش بنعرف نعمل معاها خالص. اوكي، كل واحد فينا عنده نسب من انواع الذكاء دي. فمثلا اللي شاطر في اللوجيكال ثينكينج اللي هي الماثيماتكس بينجح في الماث، فده بنعتبره ذكي. طيب لو واحد تاني متميز في الميوزيكال انتليجنس طبيعي بيسقط في الاكاديمي، فاحنا بنعتبره غبي، مع ان هو مش غبي، هو ذكي في نوع اخر، بس احنا ما عندناش الاداه اللي تقيمه في نوع الذكاء ده. طيب ايه المطلوب؟ المطلوب ان طبعا كل وزاره بتيجي بتقعد تقول تطوير التعليم، هو ما فيش حاجه اسمها تطوير تعليم، هو التعليم اللي عندنا محتاج يتنسف وينزل تعليم جديد كده، يشوفوا التجارب بتاعه البلاد الثانيه ايه اللي نجحت فيها ونحاول ان احنا نظبطها على بلدنا، ونحاول ان احنا ندخل فيها كل انماط المجتمع. ما ينفعش يبقى في ناس منبوذه في المجتمع، هم مش منبوذين، هم اذكياء، بس احنا مش بنحطهم على الطريق الصح. طيب ايه المطلوب دلوقتي؟ انا بوك سمارت ولا انا ستريت سمارت ولا انا ميكستشر اوف بوث؟ طب انا اطلع اولادي من المدرسه ولا اعمل ايه بالظبط؟ من الكلام اللي انت بتقوليه طبعا ما تطلعش ولادك من المدرسه، لازم كل الولاد يتعلموا، بس on the other hand I understand طبعا الهاسل اللي كل ام واب فيه، هما بيرجعوا من المدرسه يلا حل الشيت، يلا عشان تنام، يلا عشان الدرس، يلا في الويك اند المجموعه، ماساه ماساه. الطفل ما بيلحقش حتى لو هو بيحب حاجه او موهوب في حاجه، احنا مش بنلحق نديله فرصه ان هو يقول لنا ايه هي، لان هو عنده امتحانات وعنده ميد تيرمز اند سو اون. فاحنا المطلوب مننا اننا نحاول ان احنا نلاقي الوقت ان احنا نشوف ولادنا بيحبوا ايه ومش بيحبوا ايه، لان التعليم بس طبعا هو بيستفيد، بس احنا بنقضي على حاجات تانية كتير. الطلبة بتدخل
الطلبة بتدخل في النظام التعليمي أشكال مختلفة وأنماط مختلفة. التعليم بيعصر منهم، التعليم المصري بيعصر منهم الانتليجنس وبيعصر منهم الإبداع وبيطلعهم كلهم أشكال واحدة. الأهل مطلوب منهم إنهم يحاولوا يخفوا شوية على الولاد، لأن الولاد دي فعلا ممكن يكون منهم حد ستار وإحنا مش عارفين إن هو هيز ديفرنت. لازم كل حد موهوب في حاجة، بس احنا مش الاهل بس مش بيلاقوا الوقت ان هم يبصوا مع اولادهم ويشوفوا هم بيحبوا ايه ما بيحبوش ايه. احنا عمالين نلحق ركاب التعليم بتاعنا. Your son might be a star, your daughter might be a musician, she could be an amazing singer. ممكن تبقى حاجه كبيره جدا لو احنا اديناها الفرصه. الاثنين دول، دي ملالا from India ودي ام كلثوم من مصر، الاثنين دول نموذج لدعم الاهل وان هم وقفوا قدام المجتمع. ملالا وقفت قدام بلد بدعم مامتها وباباها في التعليم. أم كلثوم كان في وقتها مفيش أصلا ست تغني، not to mention ست تطلع برا البلد بتاعتهم كمان. باباها أما لقى أن هي she's talented مسكتش، قال أنا هدعم بنتي وهفضل وراها لحد ما تبقى مميزة، وهي فضل وراها لحد ما بقت أم كلثوم اللي كلنا عارفينها. من غير شهادة، لو هو شاطر تمام في التعليم الأكاديمي، لكن من غير شهادة الناس دي غيرت العالم من غير شهادة. ولو ربنا عايز يخلقنا كلنا زي بعض هيخلقنا، هي مش صعبه عليه خالص، بس احنا we're different for a reason. كل واحد فينا ليه رساله، وكل واحد فينا المفروض يبقى ليه امبت في المجتمع، وطبعا كلنا مش زي بعض. Thank you very much.